اعتقد كمان كان في عندنا ايجابيات كتير بصراحه. يعني انا دايما ببص للحته انك بتلعب 10 قدام فريق كبير، والفريق ده كمان مطالب انه يكسب لانه عايز يحقق المركز الثاني، وبالتالي التحديات بتكبر. انت بتتكلم على فرقه فيها نجوم كبيره جدا، بتتكلم على فرقه عندها حافز المكسب، وبتقابل النادي الاهلي 10، بس ما كناش حاسين بصراحه ان النادي الاهلي بيلعب 10. فرص ضايعه كتير، كور في العارضه، ضربه جزاء ضايعه، بنشوف كمان شكل تكتيكي مختلف، بدا يلعب 4-4-1، شفنا احمد الشيخ كراس حربه. يعني حتى الجزء الفني والجزء التكتيكي الموسيماني تعامل فيه بشكل اكتر من رائع، وزي ما بقول دي كانت بروفه رائعه للنادي الاهلي ان شاء الله يوفق في مباراه الوداد.